هاو في بالك، هاو في بالك. مرحبا. الواحد منا مع تطور الحاجات والمتطلبات ولا ما ينجم يشري الحاجات الغالية كان بالكريدي، ولا يقولوا له التقسيط. وهنا يلزم البايع والشاري يعرف حقوقه وواجباته. ونبدأ بالبايع وإلا التاجر. وهنا البيع يولي صار إذا كان صار التسليم تاع البضاعة الكل ولا حتى البعض منها، وعندك لافونس ما ينجم يطالبك بها كونش كي تبدأ السلعة موجودة فعلا وقابلة للتسليم حالا. وإذا كان بطل البيع في مدة 10 أيام يولي البيع باطل، والمدة هذه التاجر ماهوش مجبور بالتسليم. وعندك السوم تاع البيع بالتقسيط ما يتبدلش كونش إذا كان الشاري طلب حاجات إضافية، وما يكونش في العقد متاع البيع يعملوا بند يخلي البايع يبدل في صبغة المنتوج من جانبه بركة. أما ينجم يحطوا في العقد إنه البايع نجم يضيف حاجات مرتبطة بالتقدم التقني، أما ما يزيدش في السوم ويخلي الجودة هي بيدها. وعندك سوم البيع بالتقسيط يلزم يكون هو سوم البيع بالحاضر، إذا كان ما فيش انتري ما يزيدش حتى فرنك. وينجم البايع يطالب الشاري باش يثبت له انه قادر يخلص، والتاجر مطالب هنا باش يحافظ على سرية المعلومات اللي ياخذها، وما تكون لافانس كان كي يبدا العقد مصحح. وبطبيعة الحال يلزم يبين الشاري خاصيات المنتوج الكل. وتوا مش نبين لكم حقوق وواجبات الشاري اللي هو المستهلك. وهنا اذا كان حب يخلص قبل فانه البايع يعمل له تخفيض، ويبقى التاجر هو المطالب بالالتزامات حتى كان باع الحانوت مثلا. وإذا كان الشاري ما خلصش في الوقت نجم البايع يطلب المبلغ الكل. أما إذا كان ثم أسباب طارئة واللي يعملوا مفاهمة جديدة تهم الطرفين. بطبيعة الحال ما يمكنش استعمال وسائل الخلاص غير قانونية في البيع بالتقسيط كيما حالة الشيك بدون رصيد. وتتحدد المدة القصوى ب 18 شهر في المواد الكهرومنزلية إذا كان سومها ما يفوتش 3 ملايين، و 18 شهر في الأثاث إذا كان ما فاتش السوم تاعه 4 ملايين، و 18 شهر في حالة التجهيزات والمعدات وغيره إذا كان ما فاتش السوم تاعها 2 ملايين. هذا ما عندي اليوم. المعلومات هذه الكل تلقاوها على الباج فيسبوك متاع راديو كنوز FM، وإن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك، هاو في بالك.